في العراق، والحديث عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا أستاذ صباح. بعد تزايد الوفيات في السجون الحكومية بالعراق واعتراف مفوضية حقوق الإنسان بالانتهاكات التي تحدث في المؤسسات الأمنية والسجون، جاء قرار البرلمان بتجميد مهام المفوضية. كيف يمكن قراءة هذا القرار؟ لا شك أن القرار اتخذ عقابا للمفوضية لأنها خرجت عما مرسوم لها. مفوضية حقوق الإنسان من واجبها الدفاع عن حقوق الإنسان، من واجبها فضح الانتهاكات، من واجبها تحديد الأشخاص الذين يقومون، من واجبها تحديد الأماكن إلى آخره من هذه الأمور. كل هذه القضايا التي ضمنها القانون للمفوضية هذه لم تعد ترضي الحكومة. وأقصد بذلك قد يقال أن هذه فئة ما أو ميليشيا ما أو وزير أو شخص أو ضابط، هذا الكلام غير صحيح. هذا الموقف هو الموقف الرسمي للدولة العراقية. الحكومة العراقية التي يترأسها المالكي هي المسؤولة بالدرجة الأولى. لا يمكن إلقاء اللوم على البرلمان. البرلمان سلطة تشريعية، البرلمان ليس سلطة تنفيذية، وجميعنا يعلم أن البرلمان العراقي هم مجموعة من الفاسدين الذين قاموا بإقناع الناس أنهم سيدافعون عن حقوقهم، ولكنهم عملوا على الكسب الشخصي لكل منهم ولعائلته ولقريته أو عشيرته أو طائفته. وبالتالي المسؤولية في هذا المجال هي مسؤولية الحكومة. حينما يقرر البرلمان تجميد عمل المفوضية، نعم هذا قرار صدر من البرلمان، ولكن بالعراق لا يمكن الآن لأي شخص أن يصدق أن هناك جهات مستقلة في عملها. البرلمان عبارة عن مجموعة محافظات من الأشخاص المستفيدين، الحكومة هي بنفس الشيء. في العراق لا توجد دولة بالمفهوم العالمي القانوني في العالم، لا توجد دولة. أستاذ صباح، في ظل تزايد معدل الوفيات بالسجون الحكومية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، هل بات الموت سمة من سمات المعتقلات في العراق؟ والله يبدو هذا، والحقيقة هو من لم يمت بالتعذيب بالسجن يتم اغتياله، يتم إخفائه. العراق الآن لا يوجد فيه سيادة للقانون. العراق الآن الشعب العراقي يتعرضون إلى القتل، أما في الشارع أو الاغتيال، أما بالمسدسات، وأما أن يوضع في السجن ويعذب حتى يموت أو يهمل طبيا حتى يموت. وبعد ذلك الآن عندنا الكورونا، كل من يموت يقول لك هذا الكورونا. ففي الحقيقة نعم، مع الأسف أن المعتقلات في العراق أصبحت سمة من سمات الموت، هي إحدى وسائل الموت في العراق. في ظل هذه الانتهاكات، أين يكمن دور الجهات القضائية الرقابية؟ وهل مفوضية حقوق الإنسان كانت تقوم بدورها بفعالية برأيكم؟ لا توجد جهة في العراق تقوم بدورها بصورة سليمة. الجهات القضائية، المحاكم العراقية لا تقوم بدورها القضائي. جزء من الجهات القضائية هو الادعاء العام. الادعاء العام بموجب قانون الادعاء العام العراقي ملزم بأن يجري تحقيق عند في كل حالة يموت فيها شخص في السجون، سواء كان بالتعذيب أو بالإهمال أو بالكورونا، يجب على الادعاء العام. وبالتالي الادعاء العام نفسه كإحدى السلطات القضائية مخل بالتزامات القانونية التي يلزمها القانون العراقي، يلزم هذه الجهات أن تقوم بها. القضاة فقدوا استقلالهم أما نتيجة تهديد، وأما نتيجة خوف، وأما نتيجة فساد. نعم، لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية دعت رئاسة الجمهورية للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من 7000 معتقل. ما تعليقكم على هذه الدعوة؟ و
نحن في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي لإلغاء أحكام الإعدام؟ والله هذا مظهر آخر من مظاهر العار الذي لم يعد يستحي منه النواب في البرلمان العراقي. في العالم كله البرلمان هي جهة يدافع عن حقوق الشعب حتى ولو بطريق الكذب، أما أن يقوم البرلمان بالدعوة لإعدام الناس، وخصوصا وأن العراق الآن هو الدولة أما الثالثة أو الرابعة في أعداد الإعدامات في العالم. الدولة الأولى هي الصين، لأن نفوسها يمكن 70 مرة بقدر نفوس العراق، والدولة الثانية هي إيران، والدولة الثالثة هي العراق. الإعدامات في العراق أصبحت جزء من الأمر الذي لا يستحي منه الساسة العراقية، لكن هذا ما متوقع غير هذا يكون من ناس ليس لديهم لا ضمير ولا أخلاق ولا دين. شكرا جزيلا لكم أستاذ صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب، حدثنا عبر الهاتف من لندن.